وهكذا داوديال هديانه تاسكان منو وربحين تاسي حريها قحون تجاه الرداب وحمدوين كقدم بي أدلوج هذا الهيا دعدوين دل أوش تبتشوجا هذا بعد عددي قدم بي سي كدا عدد حريها قحون تجاه الرداب يا وحى أي كدا عدي قبر لغم جعاب السعودي أو ثمانية سجل سنة شرة ودوان إسكود الشيء حريها قحون تجاه الرداب يدو الله شيء جاي صلب تجبر عسي إسكود الشيء إنه قدم بي سي حرير شعيل أو أي الله هيدو ويل كله إسفهم وا ويل كاسي حرير ودا جيهين سكر ده حقلا يدرت هيد أي إسكود الشيء قبر عسي هذا ببشير جحنوك أي نوفا فاهين يور بحنتن وعي وبشير معلن كم عدير معروف قبلها إزدليان أما ولش إزدليان سنة دي عبايان يهديس عيدين يان بق مركا أرنت أصنوا أرن خلد أ شرعيان أهان دين الإسلام فأنا واحد لوك إرهات كرام أهان قف كبير آدم كان نفتي سئنو بدباديو أم بيلوها أوتك سبحانه وتعالى كبد باديو ويحون أرضن أما معصيلا أما فحشيا أما مقرنسا نارتا نفتان قف كبير آدم كإلهي وقلي وكنو كوعد دون صدو مركا إن اللي إزدلو ماشي موك جرتبا سيدا ضبا وأرن خلد أ شرعيان أهان إلاقان أهان بوا أهان خلد إن إزدلو وحوري أسوي جرتنا ميوا وحون هدى زيانا دم بي إما ضي إن أرنت أصبح الصواب أه الدون كان هذا هر مرة عسر يا سيدا تليفون الله سمارت فون كي وين كي إنترنت كا يا صواب أهر دكتور إزدلان وح غيالي أما فيلمان أي في رسالة دكتور يا كل أغمايان قف كسيد سب العادن كان حلاوة تكر هذا قف مسلم هاي مركي علاج درس ودرس أما حان الأوضر إنه إلى هدر حق سوء عرق أو حق الأولابته مو أوجي إنه فيلم في رصاد أرك الساعة قف بيحكولي يا فيلم ما في رصاد مسكح لك كده جنها يا وحاسنا وح صورة قلم معهن يا وح بنانتانا مركا وح صابي أم وح صوب بديي دتكو فيلمان تفهمهم كأي في رصاد يعني لقى هنجارة أي قاتين شرع إسلام كتم تين بعصاب ما قاعد يحلي هذا فقد سعد مدرس هذا كلا قبلها سوماليا توحي إلى تهاي أنا معنيه خاصة فكرة ذي ده دام فيريو إن معنيه فلح يكون قاقين صابتوا إلى ما بنيني بإن يقف نف إن نفلو جوي مركب واحد إسكود دلين كل إله كل حساب تمايو أنا مجرناي لكن أنا كجعل ما أمسني صابتوا قفقة تتكا معني لما انا اسكتيين او وضع وضع الشين قفكا سابا دالا اميني اني بمجعل او اني قد حيا اما تليفون اما معني هي وحيا او اذن كد حذينا قد حجيرو كلي هداي تهينا انت امو امسيني بو جعل كمرك وحام ايه لها كبدا سوماليات يعني استيلن لباتو اني اسجارسين صابتو جعل واحد ده ما أمس حسي يا شيخ مسكح ذا إيه رجع أيق دو مركي أنت بدن إيه سارة يا أو ما أنت لن قفك ومرك وصوع أو لا يا ما أنت وانك جعل هاي وحسن معنيه قفك قبضة هديتها معنيه قف أو ميل عليك وجلع سنين وإسك دفاع كرتها لكن قبضة جلع سنين هديتها هاي أو ما أنت ذا اللي قبضي مرك دم بوحي وصوع كرتها دل أما فلح أو معنيه أي هدون ميل حلسة هك إن أي كل عصو marka sidaa darteed waxaan dhihi lahaa laga baarandigo nimanka gabdhaha beenta u sheegayo anytime oo balaayada uu horseedayna inay iska ilaaliyaan sababtoo ah cadaw ma jirin barag ka ahaanbo bismillaah marka hore magacaygu waa abdullahi bashir xuseen aan waxaan horta ka xumahay falalka xun ee ka dhacayo sida qaldan loo adeegsanayo oo sida dilka iyo in meel badan iska soo tuuro dabaq la iska soo tuuro in waxa loo yaqaan ceejida la soo geysto oo geedaha la iska soo laliyo waxa waan dhalinyar ahaan aad iyo aad baan naga xunnahay arrinta dhacday maalin hore waayo nafsadan ilaahay wuxuu noo siiyay inaan ku caabudno aan wixii markaasi nafsadaan nagala soo kulmo aan ku meel marsano aan ilaahay ku caabudno meel ka sanal mar laakiin balse ma ahan inaan dilno on goyno iyo sheekooyin qiyaali ah oo dadna religious ay sameynayaan aan ku dhaqaaqno anaga waayo dad muslimiin ayaan nahay waxyaabaha qaar ee dadka non religious ka ku dhaqanayaan inaan anaga raacna ma ahan marka aad iyo aad ayaan naga xumahay falka qaldan ay ku dhaqaaqeen gabdhaha muslimiinta ah iyo wiilasha muslimiinta ah ee baryahan dambe soo badanayo magacaygu waa Nasra Maxamed horta jacaylku waa wax dhab ah waa shay jiro nolosha bini'aadamkana ku dhex abuurmo qofkaasna jacaylka iskama u qaadan shaqsi unbaa ka dambeeya inuu ku beermo waayo shaqsiyan qof wax iska jeclaanayo ma jirto
marka jacaylku waa wax jiro keliya dadka ayaa qiyaali ka dhigtay noloshan inay ku ciyaaraan nasroy saan arkay gabadh dhalinyaro aada tahay dabcan waxaa laga yaabaa xiriir inaad leedahay amaba soo maray adiga oo jecel muddo dheer aad sheekaysanayseen riyooyin iyo hami badan leh rajaynaya mustaqbal quruxsan ku seexday habeenkii inaad subaxii aragto haddii intii lagu soo waco uu ku dhoo isma noqaan seebaa dareemi lahay haddii intuu isoo waco uu yidhahdo waqti wacan de xanuun ba-an baan dareemi lahaa xanuumo fara badan oo markaas qofka bini aadanka hadda dad ninba siuu ilaahay niyaddiisa horta uu dejiyaa qofkii aan heer micnihii aan kontrol naftiisa ay ku koobneyn oo kontrol heer u iskontrol waa waxay gaaraysaa inuu isdilo oo ku sababayso jacaylka waa wax jiro waa wax dhabe waa wax aada maxay aheeday bulshada oon ugu noolnahay jacaylka waan taageersanahay waan aaminsanahay waa shay qaali ah aana lagu in lagu ciyaaro aanan habooneyn laakiin dhallinyarada maanta waxay iska badatay inay qiyaaliyeen ee nolosha ku dhammaato marka gabdhaha isdilaya ee markay qofkii ay isjeclaayeen ay waayaan isdilaya maxaad iyakana leedahay waxaan leeyahay isdilina naftiina ilaashada waayo in la isdilo ma haboona diinta islaamka ma qabtay in la isdilo laakiin hadba ha keeni kara waa un jacayl ay isku disho sa ma aha marka de qofkii waa dumar rajuul ahaa rajadiisii buu waayay wuu fikirhayaa stress badan kadib waxyaala badan baa qalbigiisa kusoo dhacday kadibna waxba fudaanaysa inuu isdilo deha eeddaas ma gabdhaha iskale mise ragga raggaa iskale waxay ku leeyihiin qofka markuu u horreysa nolol macaan dhadhan leh farxad leh ayaa lagu siinayaa kadib nolosha waa lagu qaraaraynayaa inaad noolaato waxaad ka doorbidaysaa inaad isdisho marka gabdhaha isdilaya ma qaldanaad leedahay ma qaldano way saxan yihiin ragga ayaa sabab waa inay isdilaan aan leeyahay waxaan horta guurka waa calaf qof hadda aad ku tishanaysay oo intaas sano ala socotay xiriir ala samaynaysay afar sano saddex sano dhallinyar qaar isla socdaana arkaysaa kadibna haddana isfahmi waayo afar sano intaas bay soo wada socdeen saddex sano inka badan oo jacayl iyo maxaa la arrimahaas ay soo jilaayeen haddana markay isfahmi waayeen oo labadaa qof kala tagaan ama calaf uu kala geeyo marka iyada isheega noloshooda macnaha sia ku dhisanaha qof walba qof kale unbuu inaa ka gala maana wax macnaha dhimasho iyo hadda isdil iyo waxaas dad qaar horta macnaha isku fikrada manaan fikraddaas waan ka soo horjeedaa runaanta jacaylna hore uusu sameeyey waxyaabahaasna macnaha maxaa laleyahay weligay kuma fikrin marka waxaa leedahay raggu aadda malaha raggu aadda malaha dumarka waxaan leeyahay aada horta nooga qalbi jilcan aada bay nooga qalbi jilcan yihiin marka xagga jacaylka lo raggu macnaha maxaa laa dulqaadkiisu iska badan yahay wuu iska adkaysi badan yahay balse dumarka aad iyo aad ba ugu jilcan yihiin arrimaha jacaylka dhawaantana waxay basa filmaada musrisalada filmaada jacaylka marka waxba hindidaas iyo gaaladaas waxba raaraacinaa leeyahay diin islaamaa leedihiin dhaqankiina diintiina islaamka